السلام عليكم، تحية من قناة وصفات أم فتوى. نرحب بالمشتركين القدم اللي دايما منوريني، وحتى المشتركين الجدد نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفتنا اليوم حساء البروكولي والسلق، صحي بزاف بزاف بنين، يوالم فصل الشتاء والبرد. نتمنى باش تجربوه حتى نتوما، لأنه فريمون مفيد ومن أروع ما يكون. إذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسونيش بجيم وبارتاج بين الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة بين الجميع، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. أول حاجة نستعرض معكم المقادير. عندي هنا تقريبا 400 حتى 500 غرام تاع بروكولي كما راكم تشوفوا فيه أمامكم، وراه متواجد في الأسواق. عندي هنا زوج فصوص تاع الثوم يكونوا كبار، حبة تاع بصل عادية، وإلا عندكم هذا البصل الأخضر يكون من الأحسن. دو هكذا 4 أعواد. عندي هنا ربطة تاع الكرفس تكون صغيرة، زوج حبات بطاطا يكونوا متوسطين الحجم، وعندي نصف ربطة تاع السلق. كما راكم تلاحظوا الخضرة تاعي قشرتها وغسلتها مليح. البروكولي تاعي نحيت له هذوك الوريدات، غسلتهم تري بيان. قطعت البصل، الثوم، قطعت هكذا البطاطا اون كوب، وحتى السلق قطعته غسلته مليح طبعا، عقمته بالماء والخل، قطعته به بالعروق تاعو لانه العروق راه فيهم فوائد كبيره. وحتى الكرافس تاني غسلته ودرته بوكي. نحتاج تاني هنا الى ملعقه كبيره تاع السمن، زوج ملاعق كبار تاع الزيت، كميه الملح لازمه. عندي هنا توابل الدجاج اللي هي كوري دجاج، شويه فلفل اسود، وعندي هنا سكنجبير والفرماج اللي حنضيفه في الاخير. جبت القدره تاعي حطيت فيه السمن مع الزيت، ضفت لهم هنا البصل مع الثوم، نحط القدر تاعي هنا فوق النار اللي تكون نوعا ما قليله او متوسطه، ونبقى نقلي في هذاك البصل كما راكم تشوفوا. كملاحظه اللي عندهم لا كاركاس تاع الدجاج يضيفوها لاسوب تاعهم راح تجيهم بنه ولا اروع. لما عندكمش تقدروا تعوضوها بان كوب تاع جومبو دجاج، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا كوري دجاج او توابل دجاج كما انا راح ندير، وتجيكم اون سوب من اروع ما يكون. بعد ما تقللي البصل مع الثوم، ضفت هنا كميه السلق المقطع، وضفت البطاطا كما راكم تشوفوا. نحركهم هنا شويه، ونضيف هنا التوابل. نضيف اول حاجه الملح، ما نكتروش الملح باش نقدروا نتحكموا في القوام تاع لاسوب تاعنا والذوق. درت كوري دجاج، الفلفل الاسود كما راكم تشوفوا، وشويه تاع السكنجبير. السكنجبير راح يعطيكم طعم بزاف شباب، تقدروا تستغناو الا كان ما عندكمش، معليش تقدروا ما ديروش. نحرك المكونات ونقليهم على نار هادئه كما راكم تلاحظوا. نعطيكم تاني ملاحظة أخرى، ما تتقيدوش بالخضرة اللي أنا درتها، كامل الخضرة هي صحية ومفيدة. لا عندكم تاني لا كورجات ولا زرودية، تقدروا تضيفوا حبة تاع القرع الأخضر أو لا كورجات، وحبة تاع زرودية أو الجزر. تاني رحلة صوب تاعكم تجيكم بلوريش. بعد ما تقلاو لي الخضرة، كنت أنا دايرة ديجا الكسرونة تاعي تغلي من الجهة الأخرى، راح نمرق القدرة تاعي كما راكم تشوفوا، نغطي كامل هديك الخضرة. بعدها نضيف لو بوكي تاع الكرفس، الكرفس تاني راهو مفيد جدا خاصة في فصل الشتاء. نضيف هذاك لو بوكي، ونضيف تاني البروكولي تاعي كما راكم تلاحظوا. يعني بعد ما نمرق راح نضيف البروكولي، راح نسقمو هكذا، نضغط عليه باش ندخلو الداخل في المرقة. نغطي القدر تاعي وراح نخليهم يطيبوا مدة نصف ساعة حين يكونوا واجدين. ودو طون زون طون طبعا نرقبوا على القدرة تاعنا، إذا خصو شوية تاع الماء نضيفوا له الماء مغلي. هنا اتفقت القدرة تاعي كما راكم تشوفوا، ونضيف له الكمية تاع الماء اللازمة. نغطي القدرة تاعي ونخلي الخضرة تكمل طيبها كما راكم تلاحظوا. بعد نصف ساعة الخضرة هذه كامل راهي طابت. نحي هذاك لو بوكي تاع الكراس، ونطحن او نرحي كامل المكونات بالبغا ميكسور.
وبعد ما رحيت الخضرة تاعي نضيف اللمسة الأخيرة اللي هي الفخوماج. هنا اللي عندكم فخوماج فوندو ضيفوه، لما كان ما عندكمش معليش تقدروا تضيفوا قطع الجبن، يعني مثلثات الجبن أو فخوماج اون بورسيون. راح نرحو كامل المكونات للمرة الأخيرة، نعاود نرحيهم هكذا شوية. وطبعا لاسوب تاعنا راهي واجدة ونحطوها وهي سخونة. وهذا هو قوام لاسوب تاعنا او حساء البروكولي والسلق، راهو صحي جدا حتى للدراري صغار او الاطفال لي بيبي، تاني تقدروا تعطوها لهم ما فيها حتى حاجه تضر. وكملاحظه اخرى، الى حبيتوا لاسوب تاعكم تكون ثقيله على حده، ما عليكم غير تنقصوا كميه الملح وتخلوها تشرب زياده، يعني ينقص كميه الماء، وترحوها تجيكم ان فولوتي تاني بزاف بزاف روعه وصحي. ننصحكم تجربوا الكيفية تاع اليوم، إذا عجبتكم ما عليكم غير تبارتاجوها بين أحبابكم وأصدقائكم. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في كيفية أخرى بإذن الله.